هو مش جديد، بس يعني يمكن الكم اللي هيبقى انكلودد فيه هو اللي جديد علينا شويه. خلينا خدنا جزء منه في 5-1، كنا بنتكلم على الجي اي تي بشكل عام، وخدنا كمان جزء منه في الجزء الثاني بتاع 4-1 واحنا بناخد البورتا درايفر داشن. يعني ده بشكل عام الحاجات اللي احنا بيزيكالي كنا واخدين نظر بتاعها. هنا علينا بنتكلم شويه تواصل بسيط. الجاي بيتنج او بس الستاينر بيتنج كلمه بتعني انه البيتنج في اي مكان من الباث واي بتاع الجاي. ابتداء من الاسوفجس لغايه هنا كده. فاحنا عندنا شويه ديفينيشنز كده لازم نبقى عارفينها، لازم نبقى اورينتد فيها قبل ما نبدا نتكلم. هو البيتنج ده شكله ايه؟ لونه هو طالع من فوق ولا نازل من تحت؟ طب يبقى قاعد قد ايه في الجي اي تي علشان يطلع لونه بالمنظر ده؟ ففي حاجه اسمها هيماتيكسس. هيماتيكسس بتعني فوميتنج او بلاد، سواء فريش بلاد او لو ركن شويه واكتد ابون في الاتش سي ال يطلع حاجه اسمها كوفي جراوند لايك ماتيريال، وده سجستد بليدنج بروكسيمال لمكان معين كده اسمه الليجامنت اوف فرايس اللي هو ده. يعني ده ديودينم فيرست سكند ثيرد فورث بار لغايه الفورث بار وما قبله. الهيماتيمسيس عاده لما بيحصل بيبقى المصدر بتاع البليدنج اباف الليجامنت اوف فرايس. امال الميلينا؟ لا، الميلينا دي البلاد غالبا برضه فوق الليجامنت اوف فرايس، محتاج على الاقل من 6 ل 8 ساعات ل 12 ساعه يشتغل عليه الدايجستيف انزيمز عشان يديني اللون البلاك تاري الاوفنسيف، وبنقول عليه ميلينا، وده بينزل بالريكتر. احيانا لو عندي سلو او البليدنج الاماونت بتاعته قلتل في سمول اماونت فتاخد وقت اطول في الجي اي تي حتى بعد ليجامنت اوف ترايتس لغايه الهيليوسيكال بار ايفن لغايه الاسندنج كولوم ممكن تديني ميلينا. يبقى الميلينا كلاسيكال سبيكينج هي بلاد جاي من الابر جي اي بليدنج فوق ليجامنت اوف ترايتس، بس سام تايمز انكلودد في السمول انتستاينال بليدنج وايفن لغايه الاسندنج كولوم. فالميلينا هي البلاك تاري ستول اوريجينيت بروكسيمال للليجامنت اوف ترايتس ان 90% اوف كيسز. سمتايمز يبقى من السمول انتستين، بس الريت اوف بليدنج لازم يبقى قليل عشان ياخد وقت طويل والدايجستيف انزايم يشتغل عليه، او حتى من الرايت بول. طيب يعني ايه هيماتوكيزيا؟ ده ريد او مارون كلر بلاد، يعني اسف ان هو فريش بلاد، او لونه قرمزي كده اللي هو واين كلر. يوجوالي ديو تو لور جي اي بليدنج، يعني غالبا جاي من السمول انتستين والكولو. طب هو الاوفر جي اي بليدنج اللي فوق الليجامنت اوف ترايتس ممكن يجيب هيماتوكيزيا؟ لو اكسسيف بليدنج وهيرويك ممكن ينزل فريش بلاد بريك. يبقى هيماتوكيزيا هي ريد او مارون كولرد بلاد في الستول يوجوالي ديو تو لور جي اي بليدنج. It can occur with massive upper GI bleeding. طيب الفريكونسي بتاع الجي اي بليدنج شكله عامل ازاي؟ لو قلت لك الريت او الفريكونسي للسورس اوف بليدنج اباف ليجامنت اوف ترايتس هو على الاقل اربع اضعاف، يعني لو اتكلمنا 80% الى 20% هيبقى اكسبتد 80% اباف ليجامنت اوف ترايتس و20% تحت ليجامنت اوف ترايتس. بعدين يجي يقول لك ايه؟ What is the most common cause of lower GI bleeding؟ ايه most common cause of lower GI bleeding؟ lower ها؟ ال upper GI bleeding. ال upper GI bleeding هو most common source of bleeding بالرجل، هو الراجل بيقول لك
احنا باي فريكوانسي الافرج اي سورس يمثل اكتر من 80% و 20% اقل من اللور جي اي بين. فلما تيجي تقول بليدنج بالريكتم الموست كومن سورس بتاعه هو اباف ليجمنت اوف ترايس. لكن لما نيجي نقول بقى لا قول لي سبب اباف وقول لي سبب بلو، هو ده السؤال. خلاص؟ ايه الغرض من ان احنا بناخد جي اي بليدنج ونتعامل معاه ازاي؟ الاول لازم نعرف انه في اهميه لانه ده هيموراجيك شوك، ممكن يدخلك في هيموراجيك شوك او يدخل المريض بتاعك. To realize the importance of GI bleeding in clinical practice. يعني الفريكونسي بتاعته الحقيقه مش قليل. يعني لو اتكلمنا من 5 الى 10 اب تو 15% من حالات الهوسبيتال ادميشن ممكن تلاقي فيهم GI bleeding upper او low. طيب To define the different manifestation of GI bleeding. ده جاي من الميتاليسيس، ده جاي من الميتاليسيس كلينا، لا ده جاي من الهيماتوكيزيا فقط. To identify different causes of GI bleeding سواء upper or lower. To be able to risk stratify cases of GI bleeding. مين العيان اللي شكله شوك، شكله محتاج يتعوض بسرعه، لازم يبقى admitted في الاي سي يو، لازم الانترفنشن بتاعه يبقى very short after resuscitation. وفي عيان تاني ممكن ناخده a little bit more easy. To be able to manage cases of GI bleeding. وكلمة المانجمنت يعني تشخص بعد ما تعمل ريسسيتيشن، تشخص تشوف السورس تتعامل معاه وتمنع كمان الريفرنس. فهنا بقى هنتكلم على الابر جي اي بليدنج اللي احنا قلنا السورس بتاعه يعني السوفجس، حتى الناس اللي هم عندهم فولس او سودو هيماتمسيس اللي يبقى عنده الستاتس ويبلع الدم، حتى ده هيدخل معاك في ديفرنشال دايت. فبيقول الأبر جاستروانتستينال بليدنج از ديفايند از بليدنج درايفد من سورس فوق الليجمنت اوف ترايتس. الأبر جي اي بليدنج ريمينز ا ميجر ميديكال بروبلم. 75 ل 80% من الحالات اللي بتيجي في الامرجنسي وبتنزل من الجي اي دي مصدرها هو الأبر جي اي. البليدنج السيلف ليميتد لله الحمد في حوالي 80% يمكن حتى قبل الانترفنشن. وبيقول لك الهوسبيتال مورتاليتي بتاعتهم لو ما تدخلتش بسرعه ممكن تزيد عن الرقم ده. اكتر من 10 انا اسف من 5 الى 10%. وورلد وايد الموست كومن كوز او سورس اوف ابر جاي بليدنج هتلاقيه بيرت كانسر وورلد وايد حوالي 55% فيرسز حوالي 14%. اي في مالفورميشن انجيو ديسبليسيا تيلافوي ليجنز وات ايفر حوالي 6%. مالوري ليز اللي هو التير اللي بيحصل عند الجاستروسولوجيال جونكشن حوالي 5%. تيومرز او جاستريك ايروجنز او السولوجيال حتى ايروجن حوالي 4%. التيلافوي لوحده حوالي 1%. اذرز حوالي 11%. زي ما انت شايف كده. طب لو احنا اتكلمنا بقى ده لو احنا بنتكلم بقى على الايجيبشن سيناريو. لو بنتكلم على الايجيبشن سيناريو الموست كومن سورس اوف ابر جاي بليدنج هو الفارسيال بليدنج. فارسيال كوز اوف بليدنج وير ذا موست كومن ريبريزنتنج حوالي 70% وبعدين 26% نون فارسيال وحوالي 3.8 اوبسكيور يعني مش معروف مصدره. وبيقول انه الجاستريك ليجنز were the most common cause of non-varicial bleeding يعني بيبتك ألسر وخلافه. الفارسيال هيمرج هو the most common fatal complication of cirrhosis. خدتوا الكلام ده مع البورتال هايبرتنشن. وقت التايم اوف دايجنوزس وانا اتعشى بيبقى بدري شويه يعني ما جاش العالم ليفر سيل فيلير تيرمينال كيس. لا التايم اوف دايجنوزس of cirrhosis بدري شويه 30% من العيانين السيروتيك بيبقى معاهم سوجيال فيرسس يعني مش 100%. لما بيعدي حوالي 8 ل 10 سنين 90% منهم بيجي لهم فيرسس. يعني برضه ستيل بعد 10 سنين ممكن تلاقي عيان سيروتيك ولا زال ما عندوش فيرسس. خلاص؟ البليدنج بيقف سبونتينيس في الفارسيال بليدنج في حوالي 40%.
كنا بنتكلم من شوية على الحاجات التانية أو الأسباب التانية حوالي 80% ممكن يقص 80. هنا بيقول إيه؟ بيقول إنه الفارسية الكريدي لازم تعمل كورليشن للسيفيريتي أوف ريدنج مع السيفيريتي أوف ليفر ديزيز، يعني العيانين اللي عندهم تشايلد بروف إيه كلاسيفيكيشن إيه؟ العيانين دول 40% منهم عندهم فارسس، لأن دول عادة بيبقوا بدري شوية. انما تشايلد سي اللي هم اتاخروا يوصل يقرب من 90% 85. يقول ان some patients may develop varices and hemorrhage early in the course of the disease even with absence of cirrhosis، يعني قبل ما يوصل الليفر لمرحله السيروزس ممكن تلاقي العيان ده عنده فارسيه بليدنج وبنشوفه، يعني ما هياش حاجه نادره. العيانين اللي عندهم هيباتيتس سي وعندهم سمتايمز فايبروزس هيبصوا من هذا الفايبروزس كده ممكن يبقى عندهم من غير ما يوصلوا لمرحله السيروزس 16% منهم عندهم فارسيال او فارسيس من غير ما يبقوا كومبليتلي سيرات، يا دوب بس سيروزس خلاص. طبعا هنا بيقول لك انه 30% منهم بينزفوا في اول سنه. المورتاليتي في تشايلد اي حوالي 10% بعد البليدنج. في تشايلد سي ممكن تبقى 70%. الريسك اوف ري بليدنج حتى بعد ما تخرج وتربط او تحقن الفيرسز يوصل 80% في اول سنه، عشان كده العيانين دول لما بنشوف كمان شويه العيانين البوست فارسيه بليدنج ما بتقفش مشكلتهم وقت ما حضرتك وقفت البليدنج، لازم تحطهم على سكيدول وفول اب. اول سنه بيجوا لك كل قد ايه، وثاني سنه يجوا لك كل قد ايه، لغايه ما يحصل كومبليت اوبليتريشن للفيروس، يعني مشكلته ما بتتحلش. لا، في 80% ريسك اوف ري بليدنج في اول سنه. طبعا في وسط الكلام ده لازم نبقى عارفين يعني ايه بورتال هايبرتنشن، البريشر بتاعي يبقى قد ايه؟ فوق ال 15 ل 20 ملم مركلي. والافضل عشان نحط ايدينا على الحقيقه يعني نقول ان هو 5 ملم مركلي above systemic venous pressure is considered بورتال هايبرتنشن. يعني لو انا عندي في الاي في سي اللي جنب البورتال فين او اللي في ظهره البريشر مثلا 12 من 17 ملم 12 ده رقم كبير. لو 17 البريشر في البورتال فين هيبقى بدايه بورتال هايبرتنشن. لو 10 وهنا 15 هيبقى بدايه بورتال هايبرتنشن. وده الحقيقه الديفينيشن اللي اقرب الى الحقيقه او البراكتيكال اكتر شويه، عشان ما تحطش رقم وبعدين الناس تقول لك لا والله ده هو من 12 ملم مركري شود بي كونسيدر او اكتر بورتال هايبرتنشن. ناس ثانيه تقول لك لا ده من 15. اللي رايح دماغه قال لك ايه؟ من 20. فجاه قال لك لا، لو احنا 5 ملم مركري اعلى من السيستميك فينا السيركيليشن في اقرب نقطه ليه هنعتبره بورتال هايبرتنشن. ودي الرسمة اللي المفروض حضراتكم باي ديفولت تكونوا عارفينها وحافظينها، يعني مش محتاج يعني ان انا اشرح فيها تفاصيل، ولكن الرسمة عشان جت قدامنا هقول لك ان ده المورتال فين اللي بيتكون باليونيون اوف سبلينج فين مع السويرو ميزنتريك فين ورا النيك اوف ذا بانكس، والانفيرو ميزنتريك بيصب في السبلينج. الاثنين كونوا المورتال فين بيمشي الدايمتر بتاعه ماكسيمم واحد، ماكسيمم واحد واثنين من عشرة، بس الافرج بتاعه واحد ملي، واحد سنتي نازل خلاص. وبيبدا ينقسم عشان يروح للليفت لوب اللي هو السيجمنتال اناتومي اللي احنا خدناه، السيرجيكال اناتومي مش الكونفنشنال اناتومي، يعني فكره ان ده سمول ليفت لوب وده لارج رايت لوب، ده اناتوميكالي ماكروسكوبيكالي او جروس اناتومي، انما سيجمنتال او فيسيولوجيكال
او سيرجيكالي احنا هنا كده. لو الاي في سي في الضهر في كانترز لاين كده بيجي من عند الاي في سي لغايه الفندس والجول بلادر، بيقسم الليفر الى تو ايكوال ماسز، الناحيه ليفت اللي هو سيجمنت واحد اللي مستخبي هنا في الضهر، اثنين ثلاثه اربعه، ودول خمسه سته سبعه ثمانيه، يعني بقينا عندنا 8 سيجمنتس. طيب بيصب طبعا كل الدرينج اولموس بتاع الجي اي بي في البورتال سيركيليشن، يعني ابتداء من الميد ريكتم لغايه الترانسفيرس 1/3 على الليفت سايد، ده بيبقى درين بمين؟ بالانفيرور ميزنتريك فين، والميد دبل كامل بتبقى درين بالسوبر ميزنتريك، والفورجر ايذر دايركتلي من السبلين والبنكرس في السبلينك فين، الاستومك والاسوبجس في الليفت والرايت جاستريك فين، وكلهم في النهايه بيصبوا فين؟ في البورتال فين. لما بيحصل هنا بقى بورتال هايبرتنشن، يعني بيحصل اعاقه جامده قدام البورتال فلو داخل الليفر اللي بيغذي الليفر بحوالي 70 الى 80% من الاماونت اوف بلاد، عشان الهيباتيك ارتري بيغذي الباقي، انما الاثنين بيتقاسموا ليه؟ على الاكسجينيشن. لما بيحصل هنا اعاقه وريزيستنس يبدا يحصل باك بريشر، يبقى ده دايليتد، ويبدا يحصل انتروباسي وجاستروباسي وكونجيشن في كل الاماكن اللي بتبقى درينج بالبورتال سيركيليشن، بما فيهم الاستومك بما فيهم السبلين، يبدا يحصل سبلينوميجا وشويه ويحصل اسايتس. طيب البورتال فين عايز يبدا يشوف كولاترال فينس سيركيليشن عشان يريليف الهاي بريشر اللي جواه، فيبدا يحصل دايلاتيشن في البورتو سيستميك كولاترز. اقرب نقطه هنا هي الليفت جاستريك فين، ده بورتال، يروح بقى للتريبوتريز اللي في اللور اسوفجس اللي بتصب في الازجس والهيميازجس، يروحوا بقى ايه؟ يدوروا على تبادل منفعه ما بينهم وينتج عن ذلك الاسوفجيال والجاستريك فيرسس. تحت نفس الحكايه الميدل ريكتال فين ده سيستميك، والسوبيرو ريكتال ده بورتال، والسوبيرو ريكتال ده بدايه الانفيرو ميزنتريك، هنا بيحصل انو ريكتال فيرسس حوالين الامبليكس الكابيت ميدوزا ريترو بيريتونيل، هي دي الاماكن اللي بيبدا يحصل فيها البورتو سيستميك لاترال فينس سيركيليشن. تنزل بقى بسهوله الموست كومن هو مين؟ اللي في الحته دي اللور اسوفجس والفندس والاسفنج، اللي هي الفندل فيرسس والاسوفجيال فيرسس، وادي الشكل بتاعها، ده نورمال مفيش فيرسس، ده بدايه بسيطه خالص اللي هي بتقول لها مثلا اول فيو ييرز خمس ست سنين، اول ما بيعدي سبع ثمان سنين يبدا ايه؟ يبدا يظهر الكولمز اوف سب ميوكس كولاترال فينس سيركيليشن بالمنظر ده. طيب في حاجه اسمها فورست كلاسيفيكيشن للاوفر جي اي بي، يعني يعني بيقول لك لما تحط المنظار كده اسوفجس ستومر يوتينم في علامات اسمها ستيجمنت اوف بليدنج بتخليك تحط السورس اوف بليدنج دون او الالسر سبيشالي في كلاسيفيكيشن معين، سبيشال لو انت عندك ألسر مثلا. لو لقيت اللي بينزف از سبيرتنج شريان كده عمال بايه؟ بيبخ في وشك. دي اسمها فورست 1A. طب لا ما هوش سبيرتنج بس اكتف بليدنج از اف ان هو فينس يعني. ده 1B. طيب لو لقيت مفيش تزييد بس في بلاد فيسل باين قدامك في الفلور بتاع الالسر ده 2A. لا مفيش فيسل ده في ادهرنت بلاد كلوت، ده معناه ان احنا كان عندنا ريسنت بليدنج من شويه خلاص، ده بنقول عليها 2B. لا مفيش كلوت بس الفلور بتاع الالسر فيه هيماتين يعني فيه لون بني كده، وده معناه ان كان فيه بلاد كلوت هنا ويا دوبها ايه؟ وقع دايجستد او ديسلوج، ده اللي احنا بنقول عليها 2C. مفيش نزيف الالسر كليب
بين، ما فيهوش بلاد فيسل، ما فيهوش هيمرج، ما فيهوش حتى الهيماتين ستين بتاعه الفلور اوف زاز. دي بنقول عليها فورس 3. ادي هنا سبيرد اللي هو وشنا اوزنج بلاد، بلاد بلاد او فيسل فيسل، الهيماتين بلاد، خلاص. وده في حاجه بقى من الحاجات النادره اللي احنا قلناها 1% كده ممكن تبقى موجوده، حاجه اسمها ديلافول ليجن. لاحظوا ان في بعض الناس عندها هيماتوكسس وملينا، واحيانا البليدنج يبقى مايل، واحيانا يبقى ماسك بليدنج يعني هيموراجيك شوك، يدخلوا يبصوا في المعده ما يلاقوش حاجه. بعد ما تحط رايت لازم بس تجيب وتغسل، تيجي تدخل ما تلاقيش حاجه. بعدين بدأوا يكتشفوا ان في انجيومتاس مال فورميشن كده، ارتيريول حلو كده وجميل تحت الميكوزا، سبيشالي في الابر بارت اوف ذا ستومك، يعني في الاريا اللي تحت الجاستروسوفجيال جنكشن من 4 ل 6 سم. بدأوا يلاحظوا انه احيانا يبقى في سبيرتر يطلع فجأة يرخ البركة بتاعته وبعدين ايه؟ يقفل ويختفي، لانه بيتدارى وسط الفولدز بتاعت الميكوزا. فقالوا ده في منه نوعين، نوع ممكن يبقى فيه حته ألسر صغير قوي والفيسل اللي تحت منه انكشف وبقى يرودد، او الميكوزا نفسها تبقى سليمه والارتريول ينزل ما بين الميكوزا او الميكوزا الفولدز ويختفي بمجرد البليدنج بتاعه يوقف. دول اسمهم ديلافوي، والكاليبر بتاع الارتريولز دول من واحد، او لو ارتر صغير شويه من 1 إلى 3 مللي، خلاص. وده 10 اضعاف النورمال دايمتر بتاع الارتريول في النورمال ميكوزا. طبعا الناس المعرضه اكتر للكلام ده الناس اللي بتاخد النون ستيرويدز، الناس الالكوهوليك، الناس الدايابيتيك، الناس الهايبرتنسيف، الناس اللي عندها كرونيك كيدني ديزيز، الناس اللي عندهم كارديو فاسكولار ديزيز. بيقول لك انه البليدنج عادة سيلف ليمتد، بس احيانا يبقى ايه؟ ماسك سيفير. ده الراجل شخصيا يعني وصف القصه دي. دي كفر بنورمال ميكوزا ودي كفر بايرودد ميكوزا. ده من حصد الاندوسكوبست انه يدخل يلاقي العلامه دي، على الاقل يلاقي مصدر يدخل يحقنه او يدويه وهكذا. انما اللي بيدخل ويلاقي نورمال ميكوزا لان دي بتقع كمان شويه، مجرد ما المنظار يدخل ينفخ شويه هواء، يغسل بمحلول ملح، دي بلاد كلوت بتقع. تيجي تبص تحت منها تلاقي الميكوزا ايه؟ نورمال، ما فيهاش حاجه. برضه نوع تاني زي ما قلنا او سبب تاني هو التير اللي بيحصل فيه الميكوزا والساب ميكوزا عند منطقه الجاستروسوفجيال جونكشن اللي بنقول عليه المالوري سندروم. سمعت عن كده؟ التير ده بيحصل نتيجه ان انا عندي هاي بريشر جوه المعده، فجاه بيطلع على الاسوفجس نتيجه ريتشنج، حد عنده زغطه جامده، فورسبل فوميتنج، واحد واخد بوكس مثلا ولا حاجه. كل ده ممكن يزود البريشر انسايد الكافيتي اوف ذا ستومك، وهو طالع في سكته يلاقي الفولد اوف ميكوزا اللي عند الجاستروسوفجيال جنكشن يقوم اكبر. فبيقول لك ده لونجيتيودنال ميكوزا لاسريشن موجود في الديستال اسوفجس والبروكسيمال ستومك، يوجوالي اسوشيتد وذ فورسفل ريتشنج او فومتنج. Secondary to sudden increase intra-abdominal pressure زي bumping، زي straining، زي lifting heavy thing فجأة كده، coughing، epileptic fits، hiccup under anesthesia. أنا كنت بعمل عيانة laparoscopic cholecystectomy، ودايما في حاجة اسمها كده إيه، الناس برضه اللي بيعملوا لهم الـ CPR، العينين اللي هي فكره الريكومندوما، سمعتوا الاسم ده قبل كده؟ الريكومندوما، العيان المتوصى عليه. كنت
بالك ده قريب فلان، ده ابن عم مش عارف مين، ده اخوه عضو مجلس الشعب، ده خاله لواء، عارف انت العينين دول؟ ده موظف مهم في المستشفى، دي كانت موظفه مهمه في المستشفى. وبنعمل لها لابروسكوبي كل ستيكتومي في المستشفى خاصة من المستشفيات اللي حوالينا بنشتغل فيها. بعدين بالليل هيماتيمسيس. يا نهار اسود. لابروسكوبي كل ستيكتومي بلدي يعني، بلدي يعني. يعني بتتعمل أكتر من الزوايا بتتعمل. هيماتيمسيس. طبعا موظفة مهمة عشان تجي لك، يعني معناها انها واثقة فيك صح؟ يعني ده الدكتور اللي بيقولوا عليك واللي ما عارف انت الدخلة الحلوة دي. طبعا ده كلام بيتغير تماما وبيبقوا شايفينك بقى شيطان وعملت في البيت ايه؟ واحنا كعيانين خصوصا المصريين عندنا حتة اللاوعي اللي هو طول ما هو الدنيا سالكة وانت بتضحك وعامل اللي عليك انت مفيش اجمل منك. يا دوب يشم ريحه كومبليكيشن حتى لو مكتوب، حتى لو انت مالكش علاقه بيها. لا بتشوف شياطين بقى. المهم يعني ركبنا الشياطين معاه ونزلنا نعمل ابر شايف دوسك. لا هو غالبا حضرتك وانت بتعمل عورت حاجه فالديودينام ايه؟ نزل. طب هو في علاقه ما بين ال عارف انت بقى لما تقعد تكلم اصنام دخلنا قصينا المعده مليانه دم غسلنا وعينا حطينا فيها راي غسلنا مش عارف ايه قصينا تاني من المنظار لقيتك في تيريش كده. طب الحمد لله. عارف لما يجي لك ايه عيان عامله سيزيريان وبعد كده جالها اكيوت ابدومين وبعدين فتحناها لقينا بطنها مليانه انتستينال كونتنت فهتقول ايه اول حاجه؟ الدكتوره وهي بتعمل سيزيريان عورت التست صح؟ وبعدين تكتشف في النهايه عينه برضو من حوالي 5 سنين معايا كده والدكتوره يعني الحمد لله ربنا كتب لها عمر جديد لما لقينا برفوريتد بيبتيك ألسر. برفوريتد بيبتيك ألسر هو اللي عمل لها الفيرتونايتس. خلاص بصينا لقينا ايه؟ مالون فيس. فانا قلت الحمد لله. طب وايه اللي يجيب بقى هما بقى؟ ايه اللي يجيب المراره وانت حضرتك بتشيلها وتعور دي؟ انا برضه عورتها. طيب خلاص انت هنا بقى بتوصل لمرحله ان انت خلاص بقى ايه اضرب دماغك في الحيط انا مطمن المهم العالم كله بالسلامه واللي حواليها اللي هم جايين يجاملوا يضربوا دماغهم في الحيط طالما الموضوع خارج المكان اللي انت السيرش كان فيه اللي كنت بتشتغل فيه. ده 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 والعينه بتصحى بتفوق بترجع عينه سنسيتيف شويه خلاص بيحصل بتشوفها مره في حياتك مرتين ما بتنساهمش يعني. مين الناس المعرضه اكتر بقى للكلام ده؟ الناس اللي سنها كبير، الناس الكحولي، الناس اللي عندهم هيئه السرطان، لكن ممكن يجي لحد ما عندوش ولا حاجه من دول عادي. طيب انت بتشخصه زي ما قلنا بالجاسترو بالابر جاين دوستومي وبتبص يا اما بتلاقي تير او فيشر كده او ريسنت بلاد كلوت كانت موجوده او تلاقي حته فايبروسس مكان الهيلينج اوف ذا وود في المكان ده. طبعا معظم السورس اوف بليدنج اللي بتشوفه بالمنظار تقدر تتعامل معاه بالمنظار. انا بتكلم هنا هتعالج بقى وانت جوه ما انت شفت السبب عادي. بتحقن بقى فازو بريسن، بتحقن ادرينالين، بتكوي فوتو كواجيليشن او كواجيليشن عادي ثيرمي. احيانا يحتاجوا العيانين دول تدخل جراحي انك انت تدخل تفتح الاستومك انتيريوري وتروح على المكان ده تاخده اندر رانينج سوتشرز علشان توقف البليد. نادرا نادرا جدا خصوصا في الايرا اوف انجيوجرافيك امبولايزيشن. انجيوجرافيك امبولايزيشن هنتكلم عليها كمان شويه. برضو من ضمن الاسباب بتاعت الابر جاي بليدنج او النون فانسيال يعني ايروسيف جاسترايتس او ايروسيف جاسترو يودرايتس. قصه بحكيها لكل الناس لان انا كنت شاهد عيان فيها وكنت لسه نايم ما بقاليش سنه ونص وحد من اساتذتي كان هو
مدرس الحوادث في مستشفى عين شمس التخصصي، وانا كنت فيها في الوقت ده. جالنا طالب عنده حاجه و20 سنه، اول مره في حياته في راس السنه يشرب قلب، اول مره في حياته، وكانه عقاب فوري ممكن يعني سبحان الله يعني. هو مش عيل ملاوع يعني، ولا عيل الشباب الحلو اللي بيشوفوا الايام دي يعني، حد عادي يعني. بس ما تفهمش بقى جت فين. اول مره في حياته ياخد كميه بسيطه من القلب، دخل في كونتينيوس فومتنج لا يتوقف، وفجاه بقى الفومتنج ده ايه؟ بلد. وجه على الطوارئ ريسستيشن، كان اولموست شوك، هقول لك في درجة من درجات الشوك كمان شوية، إنه كان واصل إلى أولموست كلاس 4. وهتشوف كلاس 4 دي حاجة يعني عنيفة شوية. عملنا له رابيد ريسسيتيشن العادة، دخلنا بالأبر جي أي أرجنتلي، لقى أوزنج من كل الميوكوزا بتاعة الاستومك أوف بلاد أن كنترول. إيميديتلي العادة عمل توتال جسد. كمل حياته بدون معده بالكامل. طبعا لما الكلام ده بيحصل على سكيل اقل يعني انترايتس او حاجه فندل ممكن تعمل ليميتد بارشل ريسكشن للاستمر، انما ده الحقيقه معدته اتشالت بالكامل. برضه دي الريسك فاكتورز اللي بتخلي حد يجي له اروسيف جاسترايتس، ومعظمهم الحقيقه بيستجيبوا للميديكال تريتمنت، بلاد ترانسفيوجن، بروتون بامب انهبيتور، الانتاسيدز، كل ده الحمد لله بيعدوا على خير. بس يعني زي ما قلنا الولد ده كان جاي في مرحله ان هو كولابس، يعني لم يتحمل ان حضرتك تركنه اندر اوبزرفيشن 12 ل 24 ساعه. خلاص العين اللي عنده ايفيدنس اوف هيموداينامك انستابيلتي ان سبايت اوف جود ريسسيتيشن لازم له اكتف انترفنشن. طيب الناس اللي ماشيه على نون ستيرويدال، الالكوهوليك، سموكرز، الكيمو ثيرابي، الناس اللي ماشيه عليه، اليورامين، الستريس اللي زي حالاتنا كده، الاسكيميك، الناس اللي اوريدي شوك لاي سبب من الاسباب زي سيبتك شوك مثلا، الناس اللي عامله ديستال جاستريكتومي وعامله جاستروجينوستومي، العينين بقى اللي عندهم ابر جاي بليدنج بشكل عام. هيجي لك بشكل عام ازاي؟ بشكل عام ايا كان سببه، فارسيه لنون فارسيه، ونون فارسيه قلنا من شويه قد يكون من ضمنهم تيومرز مثلا. يجي بهيماتيمسيس، ملينا، هيماتوكيزيا، هيماتوكيزيا وزود ملينا، ملينا وزود هيماتيمسيس، انا اسف، هيماتيمسيس وزود ملينا، انا اسف فوق. ملينا وزود هيماتيمسيس، ابيجاستريك بين، ديفيوز ابدومينال بين، ويكنس، ديزنس، كل علامات بقى بلاد لوس. او يجي لك بديسبيبسيا، هيستوري اوف ديسفيجيا، جوندس، ويت لوس. ده هنا حط الموست كومن سيمتومز بتاعت الاندرلاين كوزز. خلاص؟ هنا الهيستوري من العينين دول مهم جدا جدا جدا. منها تعرف لو في كومر بياخد دواء مثلا، عنده ليفر ديزيز وماشي على ليفر سبورت، كان هيباتيتس سي والدكتور متابعه وبيروح كل شويه يعمل حق. ده بيفيدك طبعا ان انت بتاخد الهيستوري مع العين. الفيزيكال اكزامينيشن هنا، انت هنا مش هتبقى بس مايندد بانك تعرف الاندرلاين كوز، ممكن يبقى واضح وباين عيان عنده كل علامات الليفر سيت فين. خلاص ده واضحه خلاص. بس الهدف الثاني من الفيزيكال اكزامينيشن انك تشوف هاو فار العيان ده از هيمودايناميكال ستيبل. العيان ده هندخله غرفه عاديه ولا هندخله الرعايه؟ العيان ده محتاج انترفنشن حالا ولا هنمشي الامور شكلها عامل ازاي؟ ده الكلاسز بتاعت الشوك. يعني ايه؟ ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت اي هايبوفوليميك شوك او هيموراجيك او عيان حتى عنده ضهريه؟ مهم قوي بقى في العينين الهيموراجيك، خلينا نركز مع الهيموراجيك شوك. انت هتقسم العينين دول اكوردنج للكلينيكال بيكشر بتاعتهم الى كلاس 1
2 3 and 4. طبعا اكيد واضح ان 4 دي الحشو. طب هي وان عباره عن ايه؟ هنعمل التقسيمه بتاعتنا according to items اسمها الفوليوم اوف ويت لوس. قد ايه تقريبا فقد العيان من الدم بتاعه؟ البرسنتج تقريبا قد ايه؟ الريسبيراتوري ريت قد ايه؟ الهارت ريت، البلاد بريشر، بيطلع يورين ولا ما بيطلعش؟ المنتال ستيتس شكلها عامله ازاي؟ هنا هنابلاي الكلام ده على واحد وزنه 70 كيلو جرام لان ده الايتم صح؟ 70 كيلو جرام، واحنا تقريبا كل كيلو جرام في جسمنا فيه حوالي 70 سي سي بلاد. خلينا ناخد المتوسط رجاله وستات، لان الستات اقل من كده شويه والرجاله ممكن يبقوا اعلى من كده شويه. فاحنا بنتكلم تقريبا في المتوسط 70 سي سي او بلاد في كل كيلو جرام. لو ضربنا 70 في 70 هيطلع حوالي 4900 سي سي من البلاد، اللي هو 5 لتر تقريبا يعني. ده اللي احنا بنسمعه. فلو العيان مثلا ده واخد خبطه بسيطه كده كانه يا سيدي اتبرع بالدم. كانه اتبرع ب 500 سي سي او بلاد. فبنقول عليه ده كلاس A. فقد up to 15% يعني لغايه 750 مللي. من 10 مللي 15000 انا اسف 500 الى 750 مللي اوف بلاد او سي سي اوف بلاد. هتلاقي الريسبيراتوري ريت بتاعه اولموست نورمال والبلس بتاعه اقل من 100. البلاد بريشر عادي. بيجيب يورين طبيعي. هو ايه الطبيعي؟ قد ايه طبيعي يعني؟ من نص الى 1 مللي بير كي جي بير اور. يعني 70 كيلو يجيب مثلا 30 35 مللي بير اور. يعني اللي جاي اكتر من 30 مللي بير اور هعتبره كويس. ده نور. الراجل ده كويس او شويه ايه؟ واحنا بناخد منه تبرع بالدم بدل ما يبقى 400 مللي خليناه 600 مللي. فتلاقيه كده تحس ان هو ريستلس مش على بعض. بس ده يعني اولموست هيبقى ريفرسبل within a very short time بالفسيولوجيكال ريزيرف بتاعنا. هنعوضه بسرعه. خلاص؟ مش تيجي حضرتك تتبرع بكيس دم ينقلوا لك كيسين عشان يرجعوا لك يعملوا لك ريسستيشن اللي هو واقف عليه بخساره. طيب عشان كده من الاول لازم تبقى كانديد فور بلاد دونيشن. يبقى ده حتى لو احتاج ريسستيشن الفلويد اللي هنحتاجه غالبا هيبقى ايه؟ بلاد كولويد غالبا كريستالاين. ازازه محلول ملح هتعمل اللازم رينجر لاكتيت وخلصت. طيب لو العيان ده فقد من 15 يعني 750 مللي الى 30 يعني لتر ونص. لا دي كلاس اعلى شويه اللي هي كلاس 2. هلاقي الريسبيراتوري ريت بقى من 20 ل 30، البلس فوق ال 100، البلاد بريشر بتاعه هيبدا على الاقل السيستوليك ايه حتى لو الدايستوليك بيعوض. اليورين او البوت هيبقى ما بين 20 ل 30 مللي والعيان ده انشس مش على بعضه. طب لو فقدنا من 30 اللي هو 1500 مللي او سي سي الى 40 2000 ده كلاس 3. الريسبيراتوري ريت هيبقى من 30 ل 40. يعني البلس هيبقى اكتر من 120 بيت برمنت. البلاد بريشر هيبدا بقى يبقى سيستوليك دايستوليك الاثنين متأثرين. اليورين اوتبوت من 5 ل 15 مللي بير اور. انشس اند ايفن كونفيوز. اللي دخل في المرحله دي بقى اللي هو فقد اكتر من 2 لتر للدم بتاعه وهو كل اللي عنده اصلا 5 لتر. فقد اكتر من 40%. الريسبيراتور ريت هيبقى اكتر من 40، البلس اكتر من 140، بلاد بريشر بتاعه هيبقى اقل من 90 60، انيوريك اولموس كونفيوز او ايفن كوماتوز، كونفيوز او ايفن كوماتوز. عشان
كلمة سيفير جي اي بليدنج. يعني ايه سيفير جي اي بليدنج؟ يعني مين اللي اعتبره عنده سيفير جي اي بليدنج؟ ده بيبقى ديفاين جي اي بليدنج اكومبانيد باي عيان جاي لك بشوك، والشوك احنا قلنا درجاتهم، يعني احنا بنتكلم في 2 3 4 لان قلنا ده ايه؟ اولموست نورمال، يعني مش هنبقى قلقانين منه. شوك بشرط انه يبقى عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن والهيماتوكريت فاليو بتاعته قلت عن النورمال ب 6% او الافرج نورمال هيموجلوبين قل 2 جرام بر دي سي لتر، او العيان ده احتاج على الاقل 2 باك دو ار بي سيز عشان يبقى ريسسيتيت. يبقى احنا هنا بقينا كونفاين بكلاس 2 3 و 4 لان الاثنين دول غالبا لما بيحتاجوا كريستالاين او ايفن حتى كلوريد، لكن ما بيدومش بلاد ترانسفيوجن. ده في الغالب اللي بيحتاج بلاد ترانسفيوجن 3 و 4. فهنا بيقول بوزيتيف تلتس ديفايند از انكريز في البلس 30 بيت بير مينيت او السيستوليك بلاد بريشر اقل من 30 ملم مركري لما العيان يأتين ابرايت بوزيشن، يعني لما يبقى العيان نايم يوقفوا بطسه يبدا يزيد، يعني حوالي 20 30 بطس بير مينيت، والسيستوليك بلاد بريشر بتاعه يقل حوالي 30 ملم. هو ده اللي احنا بنعتبره عن الاورثوستاتيك هايبوتنشن. نيجي بقى لحاجه اسمها ريسك ستراتيفيكيشن، معقده ومحدش هيحفظها. دي المفروض تبقى شارت كده محطوطه في الطوارئ او في وحده الهيماتيمسيس او في الانترميديت كير يونت، محدش بيحفظ دول، يعني صعب ومش هخليك تحفظها بس لازم تفهمها. خلاص؟ فالريسك ستراتيفيكيشن عايز يحط العيان ده في بروجنوزس، هعتبره نوع من البروجنوستيك فاكتور. بروجنوستيك فاكتور عايز تعرف منه الريسك اوف مورتاليتي ولا الريسك اوف فري بليدنج ولا ريسك اوف كومبليكيشنز، كل دول موجودين بس اهمهم بالنسبه لي هو الايه؟ المورتاليتي. خلاص؟ فبيقول ريسك سكورينج سيستم هاف بين ديفلوبد تو ستراتيفاي ريسك اوف مورتاليتي ري بليدنج نيد اوف انترفينشن ان جنرال. اول ذيس سكورينج سيستم ار بيتر ات ديترمايننج مورتاليتي rather than rebleeding. Platform, score, or record. البلاتفورم ده اللي هو ده كلينيكال اكتر شويه مع شويه lab investigations معقوله، انما ده فيه كمان اندوسكوبيك فايل. فهنا خلينا في البلاد فورم سكور. بيقول اد برزنتيشن لو العيان السيستوليك بلاد بريشر بتاعه من 100 ل 110 ده كويس قوي، ياخد باد بوينت او نيجاتيف بوينت واحده بس مش بطال على فكره، انما لما يبقى من 90 ل 99 ياخد نقطتين وحشين، انما لما يبقى اقل من 90 ياخد 3 نقط وحشين، ده مش كويس قوي. طب البلاد يوريا نيتروجين لما يبقى من 6.5 الى 8 ده مش وحش على فكره، ياخد 2. طب من 8 ل 10 ياخد 3. طب من 10 ل 25 ياخد 4. طب لو اكتر من 25 لا ده ياخد 6 نقط سلبيه. الهيموجلوبين في الرجاله غير الستات، يعني في الستات 12 ده فل قوي، انما في الرجاله احنا بنتكلم في 13. في الرجاله من 12 ل 13 ياخد نقطه واحده بس سلبيه، انما من 10 ل 12 ياخد 3 سلبي، اقل من 10 ياخد 6. الومن 1 و6. لو احنا من 12 من 10 ل 12 ناخد 1، انما تحت ال 10 ياخد 6 على طول او تاخد 6 سلبي. في حاجات تانية بقى يعني بنضمها معانا في السكورينج سيستم. لو الباص بتاع العيان فوق ال 100 ياخد باد بوينت،
لو في منينا another bad one، لو جاي لك بسينكوب ده ممكن يبقى عيان شوك وفي هيموراجيك شوك بلس 3 او 4 ياخد 2 باد 1. هيباتيك ديزيز 2 باد 1، كاردياك فيلير 2 باد 1. طيب التالي بقى اللي هو الريكول سكور ده، هنا فيه بقى حاجات فاريبل فيها ايج وشوك وكو اكزيستنت انلس وفيها انسكوبيك فايندينج، واقوم حاططهم على بعض ونطلع الباد بوينتس تقريبا قد ايه؟ هنشوف دلوقتي. فبيقول ايه مثلا؟ بيقول لو الايج تحت ال 60 ده كويس قوي، ده ما تحطلوش باد بوينت خالص. انما من 60 ل 80 حطوا له واحده بس باد بوينت. لو فوق ال 80 تو باد بوينتس. لو العيان جاي لك ان شوك ستيت وبلسه فوق ال 100 1 باد بوينت. لكن لو السيستوليك بلاد بريشر بتاعه اقل من 100 احط له 2 باد بوينت. لو معاك كو اكزيستنج ايلنس زي مثلا اسكيميك هارت ديزيز كونجستيف هارت فيلير ياخد 2. طب لو رينا او هيباتيك او ميتاستاتيك ياخد 3 باد بوينت. اندوسكوبيك فايند مفيش ليجن باين خالص او مالو ديز او حاجه من الحاجات البسيطه اللي هي شويه اسوفجايتس، لا تقريبا ما بياخدش حاجه. انما لو عنده ايروسيف او بيبتيك ألسر، ايروسيف جاسترايتس او بيبتيك ألسر او كارسينوما في الاستومك ياخد 2 باد بوينت. اندوسكوبيك ستيجمنت او فريسنت بليدنج اللي عنده سبيرتنج بليدنج او اوزنج غير اللي عنده هيماتين كلوت موجوده في البيز اوف ذا ألسر. فبيقول كلين بيز او فلات بيجمنتد سبوت ده ولا بياخد ولا نقطه سلفيه، صفر يعني. انما اللي عنده بلد في الابر جي اي تراك، يعني ده بيقول انه غالبا كان جسم من شويه قليلين، او انا شفت بعيني بلد فيسل او ريسنت بلد كلوت او اوزنج او سبيرتنج، لا ده بياخد 2 باد بوينتس. وانا اقول ايه بقى؟ حط بقى الباد بوينتس، مين اللي هعتبره اوف لو ريسك؟ حط بقى الارقام اللي انت عايزها وقول ده خد 7 بوينت باد بوينت، ده خد 6 باد بوينت، مين اللي هعتبره لو ريسك؟ اللي واخد نقطتين فيما اقل. الريسك اوف ري بليدنج 4.3%. طب المورتاليتي وده المهم بالنسبه لي 0.1% اوف مورتاليتي. عن الصوت. لا انا هضرب مثال مثلا. العيان ده 70 سنه. واحد. العيان ده البلس بتاعه 105. واحد. السيستوليك بلاد بريشر بتاعه 90. يبقى كده خد اربعه وحطيت عليهم 2 3 من هنا بقى 7. زي ال شايلد كلاسيفيكيشن. دكتور بعمل الاثنين ولا هي واحده بس؟ نعم بعمل الاثنين ولا هي واحده؟ ايه الاثنين؟ السكور لا لا يا ده يا ده، انت بتتكلم عن سكور يا ده يا ده، انت هتعمل هنا 6 وهناك 6 وتقوم ضاربهم في الخلاط 12، ده واحد مش موجود معانا ده. طيب فاحنا هنا عايزين نحط ايدينا بس على التارجت بوينتس اللي احنا هنتصرف على اساسها. يقول لو عندنا عيان عنده ابر جاسترونتستاينال بليد هنعمل الروتين انفستيجيشنز الريسسيتيشن والريسك اسسمنت اندوسكوبي علشان اشوف السورس اوف بليدنج في خلال 24 ساعه، فاريسيال هعمل ايه؟ بيبتك هعمل ايه؟ كورس او كوز مختلف عن الكومن كوزز النون فارسيال وحتى الفارسيال هنعمل ايه؟ فبيقول لي هنا ادميشن لو العيان جه قال لك انا الصبح وانا بغسل سناني حسيت ان انا نزيتن كده ورجعت نص فنجان صغير قوي وكان فيه حته
كوفي جراوند كولر العنب ولا وحش. يبقى مبدئيا ايا كانت شكوى المريض، ايا كانت الكلينيكال بيكشر بتاعه جاي لك زي الحصان وداخل كده بيتخانق في الطوارئ، بس قال لك انا الصبح رجعت لون في كوفي جراوند، خلاص ما بالك بقى اللي بيقول لك انا رجعت فريش بلاد. انا بقول اللي رجع اقل حاجه انت متخيل انها از نوت سيجنيفيكانت شود بي هوسبيتالايزد، يبقى العيان لازم في الاول ايه؟ يبقى ادمت. وتبدا تشوف بقى العيان بتاعك الكلينيكال برزنتيشن بتاعتك شكلها عامله ازاي؟ خلاص؟ وتبدا تعمل ريسسيتيشن علشان تشوف مريضه فارسيال ولا نون فارسيال بريتنج. فهنا بيقول ايه؟ سسبكتد مجرد انك شاكك بس، او نون فارسيال هيمج ريسسيتيشن بعد الادمشن مالتيبل اورجان سبورت انتو تراكيال انتوبيشن او عنده دراوزي ولسه بيرجع كوريكت الكواجيلوبس وادخل ببعض الدراجز اللي هنتكلم عليها كمان شويه. اعمل ايرجنت ابر جاي اندوسكوبي فارسيل هتعمل فيها ايه؟ جاستريك هتعمل فيها ايه؟ اللي ما استجابش للاثنين هتعمل فيه. خلينا كده نعمل مانجمنت كده مع بعض لعيان عنده فارسيل ونون فارسيل. اللي قدامنا ده هنتكلم على النون فارسيل دي، يعني خلينا نقول اقرب حاجه لينا هي بيبتيك انسر او الوسيف جاسترايتس. دول اقرب حاجات لينا. هنبدا ندي ميديكال تريتمنت في شاب اتش 2 ريسبتور انتاجونست بروت بامب انيبيتور اي في. لو عندنا اتش بايلوري العاده ده بعد ما يطلع من الاتاك بتاع البليدنج نبقى نعمل لها ايرديكيشن. سيرجيكال لو انا ما استجبتش للتريتمنت بتاع الابر جي اي هندخل على سيرجيكال تريتمنت زي بارشال جاستريكتومي اللي احنا خدناها في ال الجزء بتاع فروع التفاصيل، يعني اللي احنا قلنا دي اللي هو الايتمز المين ايتمز بتاعه النشره دي التفاصيل. ريسسيتيشن اند انيشال مانجمنت انيشال ايفالويشن اند ريسسيتيف ميجر شود بي ستارتد ايكوالي ات ذا سيم تايم اند شود ستارت كويكلي بسرعه. رياج العيان ده وضعه ايه؟ شكله عامل ازاي؟ هيدخل معانا هنا في الطوارئ ولا هيطلع دور ولا هيطلع العيان؟ جنرال سبورت فلويد ريسسيتيف موديولز اللي هنتكلم عليها كمان شويه. لا ترانسفيوجن نيزو جاستريك لافار. رياج فين العيان اللي لازم احجزه في الاي سي يو؟ العيان اللي هيمو دايناميكال انستيم جاي لك شهر او عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن او اللي اوريدي بيرجع عمال في الطوارئ عمال ايه؟ عمال بيرجع عليك في الطوارئ اللي عنده اكتف بليد او اللي حطيت له نيزو جاستريك تيوب وعماله بتطلع لك فريش بلاد او اللي جاي لك في الطوارئ وعمال بيطلع فريش بلاد بالريكتر دول لازم يتحجزوا في الاي سي هيمو دايناميكي انستيبل او اكتف بليد ابر او لو. طيب جنرال سبورتيف ميجرز بسرعه حط العيان ده على نيزل اوكسجين او ماسك اوكسجين كيب ذا بيشن ان بي او وايد بور كانيولا يمين وشمال لغايه ما نشوف العيان ده هيحتاج سنترال فينس كانيولا او ايفن حتى كانيولا في البرمولاري ارتر اللي بنسميها سوان جالس كاستر هنشوف كمان شويه. العيان ده هيحتاج اندوتراكيال تيوب لو عنده اكتف بليدنج ودراوزي او عنده ريسبيراتوري ديزيز لازم تحط فيه الاندوتراكيال تيوب. سنترال فينس لاين لو انت احتجته بالمونري ارتري كاستر شود بي كونسيدرد في العيانين الهيمودايناميكالي انستيبل. الكتف اندوتراكيال انتوبيشن في مين؟ في العيان اللي بينزل حاليا قدام عيني وانا شايفه منتلي مش الرت وعنده ريسبيراتوري بفر لازم يتحط فيه اندوتراكيال فلويدز. هنديهم ايه العينين دول؟ اللي انا بتكلم عليهم دول فارسيال ونون فارسيال. انا بتكلم هنا ايه؟ جنرال ميجرز.
فارسيال ونون فارسيال بعد ما ادخل بالابر جاي واشخص اشوف ايه النكست ستيب. يعني اللي انا بقوله دي تفاصيل تجوب ده والشارت ده يعني عشان يلخص لك الفارسيال وده الفارسيال والنون فارسيال. لكن التفاصيل وده اللي مطلوب منك اللي هو ده. الفلويد مين اللي هيحتاج فلويد كريستالاي؟ مين اللي هيحتاج كلاي؟ مين اللي هيحتاج بلاد؟ خلينا نشوف. Resuscitation and stabilization is essential prior to endoscopy. يعني الاندوسكوبي ده ما تستعجلش عليه اول ما العيان يجي يومين ضارب فيه المنظار، لا لازم يبقى resuscitated وتدخل نيزو بس تيوب تغسل له المعده عشان لما يدخل يعرف يشوف. Patient with active bleeding should receive intravenous fluid, colloid, crystalloid لغايه ما يتوفر ايه؟ blood. ما عند اللي عنده active bleeding ده لازم ياخد blood، لازم. خلاص؟ While being type cross match blood for transfusion لما يتوفر blood العيان ده هيتحقن بالcolloid وcrystalloid. البيشنت اللي at risk of fluid overload يعني لو عنده رينال اصلا لو عنده كارد وانت عمال بتكشيل فلويد عشان تريسسيتيت وعمال تكشيل بلاد عشان تريسسيتيت لا العيان ده محتاج انفيزف كامله اكتر شويه بالسنترال فينس كامله طب انت بتحط حاجه اسمها سوان جالز كاثتر انسايد بالمولاري ارت اللي هي دي طيب العيان ده هتعوضه بقد ايه؟ ما هو انا من شويه كنت بقول الكلاسيفيكيشن كلاس 1 و 2 و 3 و 4 اكوردنج للبلس اكوردنج للبلاد بريشر جاي بول قد ايه؟ المنتال ستيت الريسبيراتوري والكلام ده كله هقدر اعرف تقريبا العيان ده فقط قد ايه؟ فهقول مثلا العيان ده غالبا كلاس 3 يعني فقط من 30 ل 40% من الدم بتاعه تقريبا قول 30 ل 40% يعني ايه؟ 1500 ل 2000 سي سي. طب ما انا عايز اعرف الديفيسيت ده قد ايه عشان اشوف هعوضه ازاي. يعني لو الديفيسيت بتاعي مثلا 1500 سي سي. لما اجي اعوضه لغايه ما الدم يتوفر. لما اجي اعوضه بفلويد هعوضه بكميه تساوي 3 الى 4 اضعاف. حد العيان ده 4.5 الى 6 لتر عشان اعوضه لغايه ما الدم يتوفر. ليه؟ لأن الجسم بياخد أقل من الثلث والباقي إيه؟ بيروح مع اليوريا. طب لو أنا عايز أعوضه بكلويد هضرب في 1.5 يعني ال 1.5 لتر هضربهم في 1.5 فهدي العدد تقريبا من الكلويد 2.25 لتر كلويد. طب لو البلد أساسا جاهز أنا عندي البلد جاهز دلوقتي فوليوم تو فوليوم اللتر قصاده لتر اللتر ونص قصادهم لتر ونص. فهنا بيقول لك لازم تبقى عارف ايه النورمال بلاد فوليوم بتاعك اللي عنده وزنه 80 كيلو في 65 ل 70 فانا عرفت وزن العيان خلاص. طيب والكلاس اللي هو فيها تقريبا 3 يعني فاقد من الدم بتاعه من 30 ل 40% فهو ضارب النسبه دي في البلاد فوليوم بتاعه يطلع لي الكميه اللي انا متخيل انه فقدها اللي احنا بنقول عليها ايه؟ الديفيسيت الفوليوم ديفيسيت اللي انا عايز اعوضه. طب الفوليوم ديفيسيت ده عشان اعوضه محتاج حاجه اسمها ريسسيتيشن فلويد فوليوم يساوي الريسسيتيشن فلويد فوليوم يساوي الفوليوم ديفيسيت لو انا عندي بلاد جاهز 1:1 لو كولويد 1.5 لو كريستالويد 3:4 طيب جنرال ميجرز بقى ايه الانديكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن العيان اللي جاي لي دلوقتي وانت بتقول عنده بليدنج او هيستوري بليدنج وانا دخلته المستشفى بس انا شايف ميمو دايناميكالي معروف قوي ومفيش اكتف بليدنج والعيان ازف ان هو كلاس 1 هل في انديكيشن هنا ان انا اديله بلاد ترانسفيوجن؟ طب مين اللي هديله بلاد ترانسفيوجن؟ العيان اللي الهيموجلوبين بتاعه اساسا جاي لي بيه من بره يمكن رينال يمكن كارديا خلاص؟ جاي لي فيه باقل من 7
جرامبر دي سي. طيب لو العيان اوريدي عنده كوموربيديت زي اسكيميك هارت والهيموجلوبين بتاعه اقل من 10، لا لازم ياخد بلاد ترانسفور. او اللي جاي لي باكتف بليدنج بينزف وانا قدام عيني دلوقتي في كارنت بلاد لوس قدام عيني، يبقى العيان الكرونيك انيميا اللي جاي بهيموجلوبين اقل من 7. طيب العيان اللي عنده كوموربيديتي والهيموجلوبين بتاعه دلوقتي اقل من 10، العيان اللي عنده اكتف بليدنج، كل دول لازم ياخدوا بلاد ترانسفور. طب مين اللي محتاج بليتلت او فريش بوز بلازما او كرايو بريسيبيتيت مثلا؟ لا، العيان اللي اصلا عنده ثرومبوسايتوبينيا لازم اديله. العيان اللي عنده لايف ثريتنينج بليدنج وخد كميه كبيره من الستورد بلاد، وانا عارف ان الستورد بلاد فيه كميه قليله من الكوجنيشن فاكتور والبليتلت، فانا لازم اديله فريش بوز بلازما وبليتلت. العيان ده العيان اللي اوريدي ماشي على الانتي بليتلت او على الانتي كواجلنت لازم ياخد بليتلت وفريش فروزن بلازما. طيب العيان ده نحط له نسبه باسكت كيوب ولا ما نحطلوش؟ الغالبيه موافقه على ان احنا نحط. في ناس مش موافقه لانه يقول لك لو العيان ده مش انتيوبيتد ممكن النيزو باسكت كيوب يحصل منها اسبيريشن. خلاص؟ لكن الغالبية موافق ان احنا على الاقل نشوف الكمية اللي طالعة تقريبا قد ايه. ده رقم صحيح؟ لا مش رقم صحيح، لانه في جزء نزل تحت مش ديستال، وفي جزء في الاستومك ممكن يطلع جزء منه، ما هوش رقم دقيق. بس الاهم من الاماونت اللون، اللون اللي طالع بلادي ولا نون بلادي. طب لو نون بلادي هل ده يكسكلود ان عندي بليدر؟ لا، في 15 ل 18% النيزو جاستريك اسبيريت از نون بلادي، ولما بيدخل بالمنظار يلاقي فيه سورس اوف بلاد. يبقى اتس يوز بيفور اندوسكوبي ان اي ار ريمينز كونتروفيرسي. البنفيتس بتاعته يعني ايه الاستفاده؟ يعني هم خايفين من ايه؟ من الاسبيريشن بتاعه، لكن ستيل في كونتروفيرسي حوالين استخدام النيزو جاستريك. للامانه معظم اللي بنعرفه بيشتغل الابر جي اي بيغسلوا المعده الاول. تو كونفيرم لو في ابر سورس اوف بليدنج ولا لا. ومع ذلك في ناس ممكن تبقى مست لو ده نيجاتيف 15% موجودين. بروجنوستيك اندكس تو ايدنتيفاي هاي ريسك ليجنز. لو انا عندي فريش بلاد غير لما يبقى عندي اولتر بلاد. فريش بلاد معناه ان انا عندي ماسيف بليد. مي اكسكلود فولس هيماتمسيس اللي هو يعني جاي لك منين؟ عيان قال لك ده كان عندي ميستاكسس ولما رجعت دم، لما جيت اغسل بالنيزو جاستريك تيوب وطلعت ما لقيتش حاجه. زي ما قلت ده مش دليل كافي، ولكن لو احنا عندنا واحد من ال 15% دول ال 85% ممكن الاقي واحد منهم كان عنده ايه؟ كان عنده الستاكس فولس هيماتمس. فعلا النيزو جاستريك تيوب مش مطلعه، في 85% عندها حق هو ما فيش سورس اصلا في المعده، اللي عندها كان غالبا ايه؟ الستاكسز وبلع الدم. تو فاسيليتيت لافاج اوف ابر جاستروانتستاينال تراك عشان اسهل مهمه مين؟ الراجل اللي هيعمل المنظار. تايمنج اوف اندوسكوبي اعمله امتى؟ هاي ريسك يفضل في اول 12 ساعه. عيان انترميديت او لو ريسك ممكن لغايه 24 ساعه قدامك تعمل بيه منظار. فبيقول البيشنت ويز اذر جاي بليدنج شود جنرالي اندرجو اندوسكوبي وذين 24 اورز اوف ادميشن فولوينج ريسسيتيتيف ايفورتس تو اوبتمايز هيمودايناميك parameters observation وتحسن او كنترول الميديكال كوموربيديتي. لكن الهاي ريسك بيشنت تقدر تعمله خلال ال 12 ساعه الاولانيه، ممكن نلاقيها جايه قدامنا كمان شهر. بيشنت هو ار هيمودايناميكال ستيبل اند ويزاوت سيريس كوموربيديتيز اندوسكوبي از سون از بوسيبل از
a non-emergent city. مش لازم تعمله في اول 12 ساعة. ممكن تأخره في 12 ساعة البعيدة. بص هيجدد. Patient with higher risk and the clinical feature of endoscopic clinical feature of recent bleeding لازم تعمل له endoscopy within first 12 hours to be considered to be potentially improve the clinical outcome of the patient. طيب تعالوا بقى دخل المنظار سواء في اول 12 ساعة او في بعيد 24 ساعة ودخل على نون فارسيال ابر جي اي بي بيبتك ألسر مثلا لا ان احنا فورس واحد اي او بي يعني سبيرتر او اوزي او تو اي في بلاد فيسل باين في الفلور بتاع الألسر لازم يعمل اكتف مانجر لازم العادة يتحيز فتقول اندوسكوبيك ثيرابي should be provided to patient with forest grade 1A grade 1B او 2A اندوسكوبيك ثيرابي هنا هيبقى عبارة عن ايه؟ العيانين اللي عندهم ايه من حتى الادهر انت بلاد كلوت وغسلتها جامد وما طلعتش ممكن هو كمان يبقى كانديديت فور active management by endoscopy. Endoscopic therapy shouldn't be provided للعيانين اللي هم 2C اللي هو عنده هيماتين كلوت او هيماتين ستين او اللي عنده كلين فلو. ما تروحش ناحية وسط اللي هو 2C او 3. It should be done the moment after adequate resuscitation either في أول 24 ساعة بيقول إنه بينجح في التشخيص بما يزيد عن 80% الـ patient اللي عنده major endoscopic stigmata of hemorrhage اللي قلنا عليه first 1 A و B و 2 A وحتى 2 B عليه كلام لازم تدخل تعمله active endoscopic management سواء بالcoagulation أو الانجكشن under cover of proton pump inhibitor ناس تانية بتدي كمان معاها H2 بلوك. طيب خلينا نشوف الريسك اوف ريد بليدنج مرة تانية. بيقول لك this may stop active bleeding combined with intravenous proton pump inhibitor لو اديته continuous infusion في اول 72 ساعة. بيقلل الانسدنس اوف ريد بليدنج وكمان بيخليني انا كجراح ستاند باي بس فرصة الانترفنشن اللي هو محتاجه مني تبقى ضئيله جدا. طب العيان اللي ما استجابش للاندوسكوبيك مانجمنت العيان مثلا اللي عنده ليدنج جدنا خالص ايه السيرجيكال انترفنشن اللي انا ممكن ادخل اعمله له؟ لجيش فاجوتومي وبعدين اخش اعمل ايه يعني؟ افتح البايلولس والفيرست بارت اوف ذا جينرم لان ده في الغالب هو بيبقى مكان الالسر افتحه لونجيتيودر فانا كشفت الالسر اللي بينزف عاده بيبقى بوستيريور ولا انتيريور؟ مين اللي بينزف هنا؟ انهي فيسل؟ خايف منه؟ جاسترو ديدنال ده ممكن يموت العيان حتى على الترابيزه قدامه ماسيف بليد فبنفتح الفيرست بارت اوف ديدنم والبايلولس لونجيتيودنالي اروح على الالسر اخد ثلاث غرز فيجر اوف ايت واحده فوق الالسر وواحده تحت الالسر وواحده على البليدر نفسه
وخد بالك ما تاخدش الغرزه بتاعتك ديب عشان مين اللي معدي جنب الجاسترو ديودينال هنا؟ ها؟ ها؟ ايوه الكومن بايل داكت خلاص؟ ففيجر اوف 8 تحت، فيجر اوف 8 فوق، والبليدر نفسه اللي في الفلو، وبعدين تقوم قافل البايلورس ترانسفيرس وكانك عملت لها ايه؟ بايلورو بلاستي، لانك عامل العين فوق ايه؟ فاجوتومي. طالما عملت فاجوتومي لازم تعمل درينج بروسيدر. احدى انواع الدرينج بروسيدر هو البايلورو بلاستي. طب لو العيان ده بينزف من جاستريك ألسر نعمل له ايه؟ بارشل ستريكتوم على حسب الديستال او بروكسيم. نعم ديستال او بروكسيم. ما كل العينين دول اندر اي في انجكشن من البي بي اي و اتش 2 بلوكر كمان لو عايز. لكن انت سيرجيكال هتعمله ايه؟ اقل حاجه هتعملها انك تشيل الالسر كانك بتعمل ويدج ريسكشن خلاص؟ ولازم يبقى ده نوع من البايوبسي لانه ده ممكن يبقى مالجنانت ألسر. فلازم تعمل ويدج ريسكشن او تعمل ديستال لانه معظمهم اللي بينزفوا دول بيبقوا في الانترم. الغالبيه بيبقى في الانترم ديستال جاستريكتوم. هيحتاج فاجوتومي؟ اه هيحتاج فاجوتومي لان المنطقه دي اندر افكت اوف هاي اتش سي ال. التايب الديودينال والبري بايلوريك الاثنين لازم تعمل فيهم فاجوتومي. بس في الاستومك لازم تعمل اكسيجن مش انك تدخل الكنترول البليدر وتطلع. لا لازم تعمل اكسيجن. ويقول لك مينيمم تعمل بايوبسي. لا البايوبسي بالنسبه لي هو ويدج ريسكشن خلاص. وكانك عملت ديستال جاستريكتومي او ويدج ريسكشن. ويدج ريسكشن هتوصل الاستومك بالاستومك اتسلف ايميديتلي. انما لو عملت ديستال جاستريكتومي هتوصل الاستومك في الجوجن يا اما اند تو سايد اللي بيسموها بوليا يا اما سايد تو سايد اللي بيسموها بالروث 1. ماشي؟ طيب قوي. طب انا بس كان عندي الحقيقه ده كنت بقوله لبوست جرادويت ممكن تكون العمليات نفسها ما اتعطيتش معاك. بتفتح ترانسفيرس انا اسف بتفتح لونجيتيودنال وتاخد ثلاث غرز فيجر روكيت واحده فوق واحده تحت واحده على البليدر وبعد كده ده بيتقفل باي بايلورو بس. في نقطه كده في النص ما بين الناس اللي هتستجيب للاندوسكوبي والناس اللي كان نوت توليريت سيرجري لو ما استجابتش للاندوسكوبي. يعني معظم الناس بنسبه تتجاوز ال 90% بيحصل لهم سكسسفول مانجمنت اوف ابر جاي بليدنج باي اندوسكوبي 80 ل 90% وده رقم حلو جدا. طب اللي ما بيستجيبش هيحتاج تدخل جراحي. طب اللي كان نوت توليريت سيرجري ايوه نعمل له ايه؟ سي تي انجيوغرافي لوكالايز سايت اوف ليدر وبعدين ندخل بقسطره بنعمل انجيوغرافي كاتريزيشن اند ايمولايزيشن. طبعا ده بيحمي عيانين كتير جدا اللي هم كان نوت توليريت سيرجري لانهم انفيت فور سيرجري.
بس عايز اشوف بتاعه الاسبوما لو لقيت. دكتور حد كان عايز يسال؟ اه هو ليه ما نعملش انجيومبرايزيشن؟ نعم ليه ما نعملش انجيومبرايزيشن قبل السيرجري يعني ليه سيبناه بس للبيشنتس؟ لا ما هو ده موجود، انت عندك حق، بس لما يبقى السنتر ده الانجيوجرافيك امبولايزيشن بتاعته وان اوف ذا جايد لاينز، يعني لازم يبقى الجهاز موجود، القسطره موجوده، الماتيريال موجوده، الراجل بتاع الانترفينشن راديولوجي نفسه موجود، لازم كل دول يبقوا موجودين. مفيش حد هيعمل عمليه اولموست يعني قليل جدا اللي هيحتاج يعمل عمليه، انما في الغالب ده مش بيبقى متوفر. ف هتخلي بقى العيانين دول بس العيانين اللي هم ما هماش ريسك محتاج يتفتح ايميديتلي، يعني العيان اللي مش محتاج يتفتح حالا وتقدر تحوله لسبيشاليزد سنتر يعمل فيه الكلام ده؟ اه طبعا. لكن لو العيان بيكون لابس قدامك ومفيش انجيوجرافيك ايمولايزيشن العيان ده هيحتاج تدخل جراحي. عيد تاني بس قصه الاستومك، لو عملت ديستال جاستريك وقفلت المعدة على نفسها خلاص؟ وقفلت الجيجنم على نفسه وجبت الاستومك والجيجنم سايت وسايت، ده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ بالروس وان خلاص؟ طيب جبت المعدة وهي مفتوحة وقمت موصل فيها الجيجنم اللي هو ان وسايت اوف جيجنم، دي اسمها بوليا. بوليا البوليا عيبها ان فيها الكلاين ريفلوكس عنيف جدا. البيلينوس 1 اهدى نسبة. طبعا افضل حاجه تعمل بيها جاستر نصهم هو الرؤنو، ده اقلهم في الريفلوكس الكلاين ديستانس. يفضل دورك بقى بعد العمليه، العيانين دول مش عايزين يشوفهم تاني، مش عايزينهم ينزفوا تاني، فانت عايز تمنع الريكارنس. فتمنع الريكرنس انك انت تعمل اريديكيشن بقى للاتش بايلوري لو هي السبب. لو العينين دول الكحوليك تحذروا، لو العين ماشي على نون سترويدال تقول له ما يصحش. اللي بياخد كيمو ثيرابي لازم يفضل ماشي على بروتون بامب انهبت. وتعمل وطبعا العينين دول بقى ابر جاين دوسكوبي بعد 6 ل 12 اسبوع لغايه ما تطمن انه حصل كومبليت هيل. خلاص؟ العيان اللي ما كناش شلنا له الجزء بتاع الاستومك، في ناس كده بتقوم ايه داخله عامله كنترول البليدنج في الجسر بليدنج ألسر واخده بايوبسي والحمد لله طلع بنار خلاص. تيجي تعمل له ابر جاي اندوسكوبي في الفولو اب بعد 6 ل 12 اسبوع تلاقي مفيش ترايل اوف هيلينج، تندم بقى انك انت ما عملتش ايه الاكسجين من الاول. فبالنسبه لي الاوبشن بتاع انك انت تدخل تعمل كنترول البليدي وتاخد بايوبسي بس ده مقبول لو انت بتتكلم على اندوسكوبيك تريتمنت، انما جراحيا لو دخلت مفيش حاجه اسمها كده، لازم حتى لو بيرفوريت زي ما بنعمل في البرفوريشن ما تاخدش بايوبسي وتقوم لا الالسر بيرنج اريا اللي فيها المشكله لو سمحت تعمل له ويج ريسبشن، ده اقل حاجه. المره الجايه ان شاء الله هنبتدي بالفرنسيال، احنا خدنا كل المقدمه بتاعته، احنا هنتكلم بس على المانجمنت بتاعه ونتكلم على اللي هو جايد.